السلام عليكم، سميتني المهدي، واليوم غادي تعرفوا معايا لا روتين ديال بزاف ديال لي ستاجير في ليستيا. قبل ما نبداو كنعقل على راسي قبل ما ناخذ الباك، كنت كنحلم بعيد وبزاف، تنقول غنقرا فلاس ولا غندير لا ميسين ولا لو سيجي كيعاودو عليها مزيانة فيها تيتي، ولا عرفتي غندير لي كلاس ولا ليا. ولكن غير خديت الباك كلشي تبدل، وليت طالب غير التعادل. عجيب بيناتنا داك، وبصراحة لا فاكوليستي تا هما مزيانين، ولا صافا هادشي علاش اختاريت ليستي. وبحال كل صباح ملي كنكون قاري مع 8 كنفيق معطل وتمشي دقة دقة مع اللي بغا يقرا لعن طويل على الباب ديال ليستيا. كنصبع على بو ادريس، عندو خدمة وحدة هي حاضيش كون لابس البلوزة وشكون ما لابس. داكشي علاش قبل ما كنوصل عندو في اللوحة فوق الشاف، والله ما تدخل لا ما كنتي لابسها. دابا دخلنا للقسم ابو سيلو سيل بو بلي، شوفوا اشنو كرسي. يا كرسي عرفتو اليوم عندي زهر وبزاف، واخا معطل لقيت كرسي. اما موالف خاصك الدور السنتر كله قسم قسم على الله تلقى شي واحد. يلا دابا تتمار نتبعو شويه مع الاستاذه. ودابا نعرفكم على صحابي، هذا رشيد من اول شوفه تيبان لك متبع، تقول هذا هو القراي في القسم، ولكن الواقع حاجه اخرى. وهذا جهاد تاي بغي يقرا ولكن ديما عطيها غير نطح، ولكن عمره ما حصل ديما حاصل عشير. وهذاك اللي هو والد داخل سوق راسو وعطاها غير القرايه، ولكن الله غالب. اما هذا اللي جالس حدايا هو عشيري بلال، اما هذا اللي جالس قدامي هو عبد القادر. ضروري ما تلقاو في القسم ديالكم شي واحد بحال، وقت ما تهضر معاه يجبد لك لونطريمون ميسكيلاسيون، هذه هي هضرتو. هاد الصباح هذا والله ما كرهت شي جلسه ديال البصاله مع شي زويته بلديه. نعم سيدي الله ترى البصاله يا سيدي. من بعد ما قصينا وعمرنا الكريشة نمشي ونرجع لقرايتنا، بقى تابعني واحد ساعتين غدو سطويل. الله على خبيرة، عندنا التيبي احسن حاجة عندي في هاد الاستياء هما لي تيبي. يلا نمشي نخدمو شوية. ومع الجروب ديالي كيف العاده كنزربو على التيبي حنا الاولين وكنطلعو بحال هكا.
المهم خوتي، شفتوا لا روتين ديالي كل نهار في الاستاد، وبغيت نقول لكم بالله اللي بغى يقرا راه يقدر يقرا في مكان اي بلاصه. يلا خوتي، السلام عليكم.